الرحيم برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. السلام على المقام العالي بالله مولاي صاحب الجلالة نصركم الله وأيدكم وأدام عزكم وخلد في الصالحات ذكركم. يتشرف خادم الأعتاب الشريفة رئيس الجمعية الدولية للدفاع عن القضايا الوطنية وخديمة الأعتاب الشريفة نعيمة مغير رئيسة الجمعية الدولية السفيرة بباريس أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة أعضاء الجمعية خلال قافلة باريس الداخلة المنظمة بمناسبة الذكرى 47 لانطلاق المسيرة الخضراء المضفرة بأن يرفع إلى السدة العالية بالله أصدق آيات الولاء والإخلاص معربين لجلالتكم عن تأكيدنا لأواصر البيعة وتشبتنا الدائم لأهداب العرش العلوي المجيد الضامن لوحدة البلاد واستقرارها. مولاي أعزكم الله، إن أعضاء الجمعية الدولية للدفاع عن القضايا الوطنية وخادمة الأعتاب الشريفة نعيمة مغير رئيسة الجمعية الدولية السفيرة بباريس ليغتنمون هذه المناسبة السعيدة ليعبروا لجلالتكم عن صادق الامتنان لروح مبادرتكم النيرة في الاهتمام المتزايد لجلالتكم في بناء صرح الأمة المغربية عبر الأوراش الكبرى التي تسهرون عليها والتي من خلالها يعيش المغرب. على عهدكم الظاهر تحولا لافتا وتقدم كبير والمتجلي في الإصلاحات العميقة للبلاد. إن ذكرى المسيرة الخضراء يا مولاي تجسد أروع صور التلاحم الوثيق بين العرش العلوي المجيد والشعب المغربي الأبي. إننا نستلهم منها قيم الغيرة الوطنية ومواصلة الكفاح من أجل حماية سيادة مملكتنا الشريفة على كامل ترابها الطاهر ضد أي عدو يساهم في عرقلة كل الجهود المبذولة دولياً ووطنياً لتسوية نهائية لقضية الصحراء المغربية. أبقاكم الله يا مولاي دخراً وملاداً لشعبكم الوفي محققاً لآماله وبانياً لصرح أمجاده ونهضته وأدام نصركم وحفظكم بما حفظ به الذكر الحكيم وأقر عينكم بولي عهدكم صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وأن يبارك في عمر الأميرة الجليلة لالة خديجة.